حياكم الله. الأضخم في تاريخ العراق عنوان الموازنة قد يكون لافتا، لكن ارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتفاوت نسب الرواتب بالنسبة للمؤسسات والأجهزة الأمنية إضافة لحصص المحافظات ينذر باتباع سياسة التجويع عاجلا أم آجلا. ببساطة نقول أن موازنة 2021 قد تدفع إلى إنهاء الشراكة، وهذا الإنهاء سيدفع إلى تقسيم العراق إلى أقاليم إدارية من قبل أن الجميع غير راض عن إقليم كردستان. لكن في نفس الوقت الجميع سيأخذ طريق الإقليم، فمع التلويح بإنشاء إقليم البصرة وآخرين بإقليم الفرات الأوسط الذي يضم المثنى وبابل والنجف وكربلاء والديوانية، تترجم هذه الخطوة تهديدهم لحكومة تتضرع بقلة المبالغ. أضف إلى ذلك عدم الاستناد إلى نص دستوري فيما يتعلق بتقليل موازنة إقليم كردستان. وعلى النقيض نجد في موازنة 2021 غيابا للدرجات الوظيفية، لكن ذريعة الحذف والاستحداث أوجدت 30,000 درجة وظيفية تم منحها إلى هيئة الحشد الشعبي. البعض يسأل سؤالا أعمق، إذا كانت الموازنة تحمل شعار التقشف فكيف للحشد أن يقدم 30,000 درجة وظيفية لا يقل مرتب الدرجة الواحدة فيها عن 1,000,000 دينار عراقي؟ إذا كان الجميع ينتقد كردستان على تشبثها بحصتها، فلماذا تمشي البصرة بطريق إعلان الإقليم؟ الجواب يكون أن ثلث الموازنة كانت تختفي بعمليات فساد مباشر، وأخرى تتبدد بسبب سوء الإدارة وضعف التخطيط.